في إطار التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، دعا وزير المالية دكتور محمد معيط الممولين إلى سرعة سداد جميع الضرائب المستحقة في موعد أقصاه 30 من يونيو الحالي، مقابل الاستفادة من التيسيرات الواردة في قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب. بالتالي انا هتجاوز عن غرامات التاخير والضريبه الاضافيه بالنسبه لضريبه الدخل وضريبه القيمه المضافه، وبرضه بقول للناس فرصه ان انا احل كافه النزاعات القضائيه اللي بيني وبين مصلحه الضرائب عن طريق قانون انهاء المنازعات اللي هيصدر قريبا باذن الله. دوله بتهتم بالمنشات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وصدر قانون 152 لسنة 2020 اللي بيحدد فيه محاسبة مبسطة للمنشآت متناهية الصغر، بيقول إن أنا هعمل ضريبة قطعية للممول اللي رقم أعماله أقل من 1,000,000 جنيه وأقسمهم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي أقل من 250,000 جنيه هاخد منه ضريبة سنوية 1,000 جنيه، طب إذا زاد عن 250,000 ولم يتجاوز 500,000 هاخد منه ضريبة سنوية 2,500 جنيه، إذا تجاوز 500,000 وحتى 1,000,000 أنا هاخد منه ضريبة 5,000 جنيه. يبقى كل المطلوب من الممول انه يسدد الضريبه القطعيه دون النظر او دون ان تطلب منه مصلحه الضرائب مستندات شراء او مستندات او فواتير بيع، يبقى انا ما بطلبوش باي حاجه، هو هيخش على المنظومه ويقدم على الاقرار الخاص بالمنشات الصغيره والمتناهيه الصغر وفقا للقانون 152.